كابتن ماهر، الحقيقه يعني خليني ابدا مع حضرتك بكيف رايت مباراه الاهلي والجونه بالامس من وجهه نظرك الفنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مباراه الاهلي والجونه اسلام، لما تبص كده ما مرتش على اجيالنا فترات فيها الازمات دي او الازمه دي او الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. والظروف ديت زي ما قلت كده اسلام محتاجه تكاتف بشكل كبير جدا من منظومه. أيوة. يعني مجلس الاداره بكابتن محمود الخطيب، لجنه التخطيط، الجهاز الفني، اللاعبين، الجماهير، لان اسلام الجماهير الفتره اللي فاتت ديت زعلانه جدا 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 من الاداء اللي بيحصل من خلال اللاعبين في الفتره ديت. وفي نفس الوقت كمان حاسين بعدم الروح اللي هم اتعودوا عليها، روح الفنانة الحمراء، الشعارات اللي احنا يعني عشنا عليها واتولدنا عليها، وبمن حضر وروح الفانيلا واصرار اللعيبه والدقيقه 90 والبطولات اللي احنا حققناها، كل دي يعني شعارات اتولدنا عليها وعشنا عليها. مظبوط. لكن الفترة دي في ضروب واضح قوي لفرقة الكورة أو الفريق الأول يا إسلام، وأنا يعني من ضمن الناس المتضامن معاهم، لأن هم برضك معذورين. لو هنبص هنلاقي 3 سنين ورا بعض اللعيبة دي أنا بسميهم رحالة، رايحين جايين بين أفريقيا وبين دوري وبين كاس وبين منتخب، وثلاث سنين في الشغل المتواصل الإسلام صعب جدا. 3 سنين باستمرارية بهذا الشكل بينتج عنها بقى الكلام اللي احنا قلناه، مستشفى النادي الأهلي، إجهاد النادي الأهلي، اللعيبة حصل لها نوع من الإشباع القروي، وإحنا مرينا بيها، ويمكن أنا وإنت وحشيش لما يبقى عندنا إشباع قروي بتلاقي الأمور بقى فيها نوع من يعني اللعيب محبط، اللعيب زهقان، اللعيب متضايق. نعم. لكن عايز اقول اسلام، قوه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي لما الكيرف ينزل بيك في علم التدريب زي ما بيقولوا، لازم يحصل استنفار من المنظومه ككل عشان نرجع للمكانه الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها. الكلام ده اسلام محتاج طبعا زي ما احنا قلنا، اول حاجه من قياده الكابتن محمود الخطيب، وهو بيساند بشكل كبير جدا اللعيبه من الجانب النفسي. نعم. يعني على طول هو في ظهرهم وعلى طول هو معاهم في الجزئيه دي. النقطه الثانيه، يعني بعض الاقاويل قالت ان اللعيبه العامل البدني قليل بالنسبه لها خلال هذه الفتره، فمحتاجين ان احنا نزود على العامل البدني. الحاجه الثانيه كمان ضياع الفرص وضياع الاهداف في المباريات اللي احنا بنشوفها، واخرها يمكن مباراه الجونه، محتاجه برضك وقفه من الجهاز الفني ازاي يصلح الاخطاء ديت، وزي كمان اللعيبه اللي هي الموهوبه، اللعيبه الهدافه اللي موجوده في الخط الامامي بالنسبه للنادي الاهلي، لما تيجي فرصه اسلام هنا بقى يعني مهاره لاعب النادي الاهلي وامكانيه لاعب النادي الاهلي لازم يسجلها ويستغلها. نعم. لان احنا شفنا في المباراه اللي قبل كده ضياع فرص كتيره جدا جدا، وبعدين في الاول والاخر بتبقى النتيجه عكسيه على اداء لاعبي النادي الاهلي.